يا سلام. بكم معنا في قناة ستيليون تو أشواق. اليوم فقط الصباح خليت أشواق مازال ناسا، بغيت ندير معكم واحد الوصفة ديال الصنج صفريوي مغربي. المهم إلا صدق هي هاديك، ما صدقش هي هاديك، المهم تبات واحد الطريقة تباتها وإن شاء الله نتمنى يصدق. أنا درت جوج ديال، خليني نوريكم المقادير. كيفما كتشوفوا معنا درت جوج زليف ديال الدقيق، ودرت معاه ملحة معلقة صغيرة ونص، ودرت معلقة ونص ديال الخل، وهنايا عندي خميرة درت منها معلقة كبيرة، وزلافة ديال الماء. المهم غنبداو على بركة الله باش تشوفوا الطريقة ديالو، ما تضحكوش عليها، شوفوا واش يصدق ولا ما يصدقش. المهم كسخويو كنسخو الخميرة كاملة، بس بقا تزيدو شوية ديال الماء، المهم على ما تجمع العجينة ديالي. المهم نشوف الخوت واش يصدق هادشي ولا ما يصدقش. انا تشهيت الصنج وبغيت نديرو. يا سلام، خكيبة اللي كما كتشوفوا العجينة ديالي تتجمع بحال هكا، ومتى تبقى نمشي نهرسها التوصيل، ومتى تبقى تجبدوها كتبقى ديروها بحال هكا. المهم متبقاوش تضحكوا عليا، راه خوكم ماشي شي محترف، غير بغينا نجربو زعما نعطيو الأشواق تفطر الصنج من الصباح وهي تتوحم عليا من البارح. المهم بالدراري ما كان فيكسي التليفون باش كيصور، بغينا ما نديروش صداع، دابا فيكسيتو. يا سلام، هاهي العجينة ديالي بدات كتعطي ديال الصنج. هاد النهار غادي ندير لكم شي كيلو. المهم اللي بغا شي كيلو مرحبا بيه، خليكم معايا حتى نعجن ونوريكم. من بعد اخوتي ما جمعناها كيف ما كتشوفوا هي العجينه ديالي وجدات. يا سلام كنشهي، غنوريكم واحد الطريقه كنقلا من اشواق. المهم غادي ندير لها السلوفان مزيان باش نغطيها مزيان، ومن بعد كنسخن شويه الفران حتى كيسخن شي شويه، وش نغطي هذه بالسلوفان ونحط عليها شي ازار ولا شي كاشه ولا باش يخمر مزيان. كنحطو في الفران واحد شويه كيولي دغيا كي بسرعه كيخمر شويه، ما نطيح التليفون الخوت. يلا خليكم معايا. المهم اخوتي خليت العجينه حتى ولا كيذوب ولا كيضعف ولا فهاد الحجم كبير، في الاول شو صغير وشويه ولا كبير. حيت بغيتك تسد داكشي. المهم خليكم معايا نوريكم الطريقه كيفاش طيبوه، ما تنساوش ديروا لنا سبسكرايب وان شاء الله يصدق زوين باش نعطيكم باش تنقلوا مني. يلا خليكم. المهم اخوتي بالنسبه فاش نطيب الصنج ديالي، هو كاين هنا في المقله درت شويه الزويته
وهنايا كتكثروا الزيت. شنو الفرق؟ هنا غادي نقلوا البوطه على حسب هاد الزيت، وهنا غادي نجهدوا له. وخليكم في الطريقه، غادي نوريكم الطريقه مزيان. المهم اخوتي، هذا هو السفنج باش الا بغيتو يتنفخ تبقى تكبوا عليه الزيت بحال هكا. المهم الله يصدق، باش كيعطي داك النفخه ديالو، كيولي بحال الفروج اليابس، كتبقى تخوي عليه الزيت. ها هو الا لاحظتوا راه كيتنفخ. من بعد ما كيتنفخ مزيان وتطيب وكيطيب من التحت، كنبدلوه للطاسه الاخرى اللي فيها الزيت. هذه غير كنفخوه. ها هو هانتوما، راه ما صالح عليش كنشد التليفون. ملي من بعد ما كتنفخ، كنجيو نحطوها هنا وكتقلبوها. هانتوما الخوت، كي كتشوفوها كتنفخ، كيزيد كيضاعف الحجم ديالها. كدير السفنج فخسي فخسي، راني كنت كنسمع الهضره ولكن كنت ما بين النعاس، ودابا الريحه فيقات. ايوا خلينا راه تنصوروا فيديو، بغينا نوجدوك زعما السفنج. الله يصدق، ويني راه باين لي صدق. شوفوا كي كتنفخ، ملي كيتضاعف. خلي المشاهدين حتى يجيو حتى يشوفوا الاخر، خلي المفاجاه. المهم ملي كتنفخ خوتي، كتقلبوها في الزيت الاخرى. خاصني انت تغسلي وجهك، وجي عطيني رايك في الزيت. في الزيت في السفنج. وخوتي واحد اللقطة كنت بغيت نسيت ما قلتها لكمش، هي ملي تكونوا كتكوروا دوك السفنجات، تبقى تحطوا واحد الطويصة حداكم بالزيت ديال لوسيون، تبقى تدهنوا يديكم وعاد كوروا وقسموها من النص، تقبوها من التحت ودخلوها في الزيت. صافي، هادشي اللي بغيت نقول لكم. هانتوما تشوفو السفنج ديالي و نسيت حكروه. نجيب قالك والو، صور معاه فيديو نعطيه رأيي، وانا راه يالله نايضة مبوقة. المهم هادشي لي لقيت حدايا لبستو. يلاه شوفي السفنج. هاو السفنج صراحة جا زوين باين. جيب الكاميرا باش يبقى يشوفوه مزيان، مقشقش ومن داخل. غنحل معاكم شي وحدة أخرى باش تشوفو. شوفو 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 من داخل كي داير. خاصو يحل شي محل السفنج وصافي. شتي كيف معلق ومنفوخ. وشوفو واحد الحاجة دارها هانتوما، هانتوما تقولو الرومانسية. قليب كاع. قليب من السفنج. إيوا بالصحة والراحة، غير جربوه والله إلا كان راه صور معاكم الطريقة. شفتو الخوت، شفتو السفنج ديالي، صدق واعر واعر. انا كنت حقرت راسي صحابي ما غاديش يطلع، هو هذاك ساعه جاي مهرمش ومفوخ مزيان وطايب. هانتوما شوفوا باش تعرفوا السفنج من داخل مقلوق مزيان. شوف بحال السفنج نيشان، والله العظيم يا واعر. حاولك انا كنسفنج في المغرب. شتي شحال اللي ما درنا باش تعرف. أحسن فطور. المهم قادر أنا حتى سوكم، كنت غير صحاب ما غاديش يصدق، والله إلا صدق واعر. ما قادر تبعو ديك الطريقة اللي قلناكم. لا تنساوش ديروا لنا سبسكرايب وتعطيونا آراءكم في التحت في التعاليق. اقسمو هذا واللي اول مره كيشوف الفيديو، نتمنى يدير لنا سبسكرايب للقناة ديالنا. وداك القليل. شوف هاك السير، والله العظيم الا واعر بالسم. يا سلامة. طباخ. باي باي مام خوتي، تحياتي حتى الفيديو الجديد ان شاء الله.